يعد 11 من سبتمبر عام 2001 نقطة تحول في العالم، ولازالت تداعيات هجمات 11 من سبتمبر مستمرة. فسر الهجوم من قبل وسائل الإعلام العالمية كصراع للحضارات، وبدأ وقتها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش حملة حرب على الإرهاب، وتم احتلال أفغانستان والعراق متذرعاً بهذه الاعتداءات. ونتيجة لاحتلال العراق لقي قرابة 1,000,000 شخص مصرعهم، وتعرض العالم الإسلامي والمسلمون الذين يسكنون في الغرب لضغط كبير. وبعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر ازداد الهجوم ضد المسلمين من قبل الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا. حسب ما صرحت به الحكومة الأمريكية يوم 11 من أيلول سبتمبر، فإن الهجوم كان من قبل منظمة القاعدة الإرهابية. كان ذلك من خلال 4 طائرات للركاب ضد دولة الولايات المتحدة الأمريكية، واصطدمت 2 من هذه الطائرات بالبرجين التوأمين لمركز التجارة العالمية بنيويورك، وانهدمت البنايتان بسرعة، وإحدى الطائرات سقطت على مراعي بنسلفانيا، والأخرى اصطدمت ببناء البنتاغون في واشنطن. وبعد هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن قتل 3,000 شخص تقريبا، تم احتلال أفغانستان والعراق، وظهرت عمليات ضد الإسلام في الغرب كله، وجعل المسلمون مجرمين محتملين. هناك نظريات المؤامرة حول الأحداث المسماة بهجمات 11 من أيلول سبتمبر. حسب ما يزعم البعض، فإن أحداث 11 من أيلول سبتمبر عبارة عن سيناريوهات للحكومة الأمريكية والأجهزة الاستخباراتية لجعل عمليات الاحتلال في الشرق الأوسط وأفغانستان مشروعة، وحتى تنال دعم الرأي العام العالمي. وبعد ذلك تم تصوير أفلام سينما ووثائقيات من قبل الغربيين عن هجمات 11 من سبتمبر، وتم لفت الانتباه إلى بعض الشبهات في الاعتداءات.